السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير معانا أكلة جديدة من أكلات الحلة بتاعتنا، اللي هي الحلة الضغط الكهرباء، تمام. والنهاردة إن شاء الله هنعمل كبسة سمك. طبعا يا جماعة الخير إحنا عايزينها، الرز بتاعنا طبعا رز بسمتي، وعايزينه يبقى يعني إيه بطعم الصيادية. ففي طريقة أم حمزة عملتها، إن هي عملت إيه؟ عملت معلقة سكر كرملتها، تمام، علشان تدينا اللون بتاع الرز اللي هو الصيادية. طبعا دي يا جماعة عبارة عن المية اللي احنا هنحط فيها الرز بإذن الله. طبعا يا جماعة الخير، الرز بتاعنا البسمتي بياخد كوباية، بتاخد كوباية مية، بتاخد كوباية رز. فدي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وبابريكا وقرفة، تمام، وزي ما احنا قلنا ايه، طبعا ملح حسب الرغبة وفلفل طبعا. ونشوف بقى احنا هنعمل ايه مع بعض. هنحط بقى جماعه الرز، جماعه الخير، الرز. طبعا الرز ده يا جماعه منقوع في ميه سخنه، الكوبايه دي يعني منقوعه في ميه سخنه وخل حوالي ربع ساعه، علشان ايه؟ لازم الرز بتاع البسمتي يا جماعه يتنقع علشان يستوي معانا بسرعه ويدينا الحجم بتاعه المظبوط. تمام. ودي طبعا كوبايتين ميه، لان كوبايه الرز ام حمزه بتقول ان بتاخد كوبايه الرز بتاخد كوبايتين ميه. طبعا بالنسبه للرز اللي هو المصري كوبايه قصادها كوبايه يا جماعه، لكن اللي هو البسمتي ده بياخد ميه ايه، ضعف الميه العاديه، لان بيشرب وبيزيد كتير يا جماعه، تمام. طبعا احنا مش هنحط السمكه يا جماعه دلوقتي، لان طبعا الرز بتاعنا، الرز دلوقتي يا جماعه ام حمزه بتقول ان احنا لما بنعمله في الحله الضغط دي، يعني الثمان دقايق اللي هم قايلين عليهم بيحتاج كمان ايه، كمان 8 دقايق. فاحنا مش هنحط السمك دوتي غير بعد ما يكون دخل في السوين، يعني نخلص ان شاء الله 8 دقايق الاولانيين، وبعد كده نحط السمك فوقه ونديله كمان ايه، نشوف بقى هو هيحتاج قد ايه مننا. طبعا كله في ايدنا، ان احنا ممكن بعد مثلا محتاجين، هو مثلا محتاج 4 دقايق ولا حاجه من الثمانيه، ممكن نوقف على كده، يعني مش يعني ما هوش اجبار ان احنا ناخد المده كلها يعني. ده طبعا معلومة للناس عشان تبقى عارفة ان هي انت ممكن توقفها في اي وقت وتنهي الطهي بتاعها في اي وقت. ويلا بينا ايه، نروح علشان خاطر نبدأ نشغل ونشوف هنعمل ايه. جماعة الخير، طبعا زي ما انتم شايفين الرز في مكانه هوني، هنقفل بقى. طبعا الناس برضو اللي بتشوفنا لاول مرة يا جماعة تاني، طبعا زي ما انتم شايفين اهو المنظر دوت، ده يا جماعة مسمار، المسمار ده الامان اللي بيعرفك ان كانت الحله مفتوحه ولا مقفول. هي في وضع الاول ما بتحطها المفروض تبقى ايه، في الوضع اللي هو كده. اول ما بنلف لفه بسيطه، شوف المسمار بدا يخش يخرج تاني اهو. لازم عشان تتاكد ان هي قفلت، لازم المسمار ده يرجع تاني في مكانه جوه خالص، تمام. يبقى هو كده وصلنا ايه للقفله المظبوطه. طبعا مكان الصفاره برضو للناس اللي اول مره بتشوفنا، مكان الصفارة في هنا يا جماعة تحت فتحة هوني، لازم اللي هو البوز ده يبقى تحتها بالظبط، علشان نبقى احنا متأكدين ان هي كده ايه، قافلة الضغط بتاعها. طبعا عايز النهاردة اقول حاجة جديدة في نظام التشغيل بتاعها. احنا هنعمل ان شاء الله، يعني مثلا احنا عايزين نزود المؤقت بتاعها، مثلا ان هي تشتغل مثلا بعد فترة معينة. انا بالنسبة لي عشان اشغلها لفترة معينة، اول حاجة طبعا احنا نختار النظام التشغيل بتاعنا اللي هو الرايز، تمام، نضغط عليه ضغطه وبنختار الوقت بتاعنا، تمام. هو بيقول لي هنا بعد نص ساعه، طبعا بيدينا كل ضغطه ايه وقت معين. انا برضو بعمل لك اهو، يعني مثلا لو انا عايزها بعد 5 ساعات تشتغل، هظبط على 5 ساعات، كل ضغطه بتزود لي نص ساعه، تمام. يعني زي ما انتم شايفين ده طبعا لغايه 24 ساعه. طبعا الكلام ده هيتعمل للناس اللي هي عايزه، يعني مثلا تكون مثلا موظفين ولا حاجه. طبعا بعد ما خلصت اديته الامر، هيبدا هو ايه بيظبط الساعة ويبدأ ينزل تدريجي الوقت بتاعه لغاية اما 8 ساعات ونص ينتهم، يبدأ الحلة بتاعتنا تشتغل على طبخ الرز بتاعنا. طبعا ده الناس اللي هي الموظفة اللي ايه عايزة تعرف نظام التشغيل. طبعا ان بالنسبة لي انا هشتغل وقت على طول، فمثلا اعمل ايه، هعمل كنسل من تحت الزرار ده يا جماعة، اللي هو يا جماعة ده تحت اهو، تحت اخر محط الزرار ده اهو، بيكنسل كده. طبعا هو كنسل اهو، صفر تاني. احنا هنضغط على رايز، تمام، قدامنا 8 دقايق وهنسيبه يشتغل على طول. طبعا ايه، هو بدأ يبدأ يشتغل في التسخين بتاعه، دي يعني اللمبة بتاعت التسخين، بيعرفك التسخين. أول ما اللمبة دي بتقف بيديك صفارة إن بدأ العد بتاعه يشتغل واللمبة بتاعت التسخين هتقف. يا جماعة الخير، الرز بتاعنا بياخد درجة حرارة
اللي هي الوسط. تمام، لو احنا بصينا كده من تحت، لان طبعا ام حمزه شايفاها وهي كانت واقفه، فشايفه ايه اللمبه منفذه على بعضها، او الشاشه من بره الخارجيه منفذه، فاللي فوق هيشوفها ان هي اللمبه الفوقانيه، بس هي يا جماعه اللمبه الوسطانيه. تمام، وبتدينا اللي هنا الوقت رقم اللي هو 2. تمام، طبعا ده يدل على ان يا جماعه ان احنا عندنا ممكن للرز ان احنا ممكن نقدر ان احنا نشغل ندي وقت اكتر. لو احنا مثلا عايزين وقت اكتر احنا ممكن ايه بنشتغل من الزهر ده اهو، بندي وقت اكتر، يعني بدل 8 دقايق بياخد بياخد 12 دقيقه. تمام، بيزيدش عن كده، او 5 يعني الاولي ده ممكن نعمله 5. طبعا ده اللي ان شاء الله باذن الله هنختاره في المرحله اللي جايه بالنسبه لإيه، لان طبعا 8 دقايق محتاجين احنا 5 دقايق كمان. تمام، فاحنا هنغير ان شاء الله ومع بعض نشوف اللي احنا نعمل ايه مع بعض علشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. فانتظروا ان شاء الله بعد ما الرز بتاعنا ياخد 8 دقايق نشوف احنا هنعمل ايه. خير، وصلنا لنهايه الثمان دقائق بتوعنا. تمام، زي ما انتم شايفين كده الناس الاول مره بتشوف الحله ديتي، البي بي دي يا جماعه اللي هي بتخرج من وضع التشغيل او الطبخ لوضع اللي هو ايه التسخين، او انه بيخلي الاكل باستمرار في حاله دفى لغايه اما حضرتك تيجي او حضرتك تخش البيت وتفتحي الاكل بتاعك هتلاقيه يعني سخن كانه يعني لسه نازل من على النار الوقت اهو او لسه مطفي الوقت اهو. تمام، دوني الفتره دي يا جماعه الستاند باي دي يعني بتبقى لغايه الى ما لا نهايه، يعني لغايه اما تيجوا وتفتحهم او تفصلوا عشان تبقوا عارفين وما تعملوش، يعني تعملوا حسابكم ان الموضوع التسخين ده يا جماعه ما حدش بقى يقول ايه انا هخلصه واسيبه مثلا ساعتين في وضع التسخين هتيجوا تلاقي فيه الارض القعريه بتاعه الاكل بتاعكم يعني شبه محروقه، لان طبعا برده فيها درجه حراره عاليه. تمام، احنا دلوقتي هي طبعا خلصت، احنا هنبص كده اهو يعني ايه في هوا، احنا طبعا ايه هنفرغه ونبدا نشوف ايه عشان نحط السمك بتاعنا. وكده يا جماعه احنا خرجنا الهوا منها خلاص، نفتح بقى ايه الحله بتاعتنا. تمام، علشان خاطر نشوف بقى اخبار الرز بتاعنا ايه. ما شاء الله قوت الا بالله. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه نسبه الميه اللي احنا قلنا عليها، لان هو بياخد ايه كمان دوره كمان في ايه علشان يشرب ويتمدد كويس. تمام، نبدا بقى باذن الله ايه ونبدا يا جماعه الخير ايه نرص السمك بتاعنا. طبعا هو يا جماعه السمك دوني مقلي نص قلي عشان الناس تبقى عارفه، يعني احنا قلينا نص قلي عشان برضو ايه موضوع ان يعني احنا خوفنا ان هو يعني مثلا ممكن يزفر الرز ولا حاجه. طبعا تبع كل سيل وبلده، لان في ناس طبعا بتحط السمك عادي مع الرز والدنيا زي الفل، فطبعا احنا ايه موسوسين شويه في موضوع الزفره دي يعني. فحبينا ان احنا ايه يعني نكون حمامه السلام ان احنا ايه نخلي السمك يبقى نص مقلي بشرط ان ما يبقاش في اي زفره باذن الله، لو في زفرات كل نزلت في الزيت. طبعا كده خلاص السمك بتاعنا يا جماعه الخير، هنبدا نحط بقى ايه نقفل الصفاره بتاعتنا، نقفل الغطا بتاعنا. تمام، ونبدا نديله كمان 5 دقائق ان شاء الله. تمام، نقفل كده بسم الله. تمام، ونرجع الصفاره في مكانها طبعا. تمام، ونبدا نديله الخمس بتاعنا. طبعا هو كده عمره ما هتاخدي ينفع يشتغل اي امر يا جماعه، لازم تكنسل الاول من الزرار التحتاني. كده يا جماعه الخير نبدا بقى نظبط الخمس بتاع الخمس دقايق بتوعنا. طبعا نضغط برده نضغط على زرار رايز ونختار 12. تمام، الخمس دقايق تمام اهوني زي ما انتم شايفين 5 دقايق على برده النظام اللي هو الوسط. طبعا هو ياخد تسخينه، بس هياخد تسخينه قليله، لان هو المره اللي فاتت اخد تسخينه يا جماعه حوالي 4 دقايق او 5 دقايق على ما بدا يسخن معانا. تمام، نشوف ان شاء الله بقى ايه بعد ما الخمس دقايق بتوعنا يخلصوا ونغرف كده ونشوف الاخبار بتاعتنا ايه. زي ما انتم شايفين بالنسبه للخمس دقايق، شايفين المنظر ده يا جماعه البخار اللي هو الموجود دلوقتي ده طالع منين؟ ده طالع من الفايز بتاعنا، ما شاء الله نار جامده جدا، الله اكبر. طبعا محدش يخاف ويقول ان هي بايظه كده يا جماعه، لا هو نظام الرز الرده بتاعته اللي هي الخمس دقائق. وطبعا يا جماعه الخير بالنسبه لخمس دقائق مختاره اللي هي اقل درجه، تمام، علشان الرز بتاعنا ما يتحرقش، الناس برضو تبقى عارفه. طبعا احنا بقالنا 4 دقائق اهوتي، الخمسه يعني دي راحت. تمام، وديتي علشان خاطر يبدا يخف البخار الموجود في قلب الرز بتاعنا علشان يفلفله بقى وايه وينظم الدنيا زي ما هو ايه بيبقى عارف بقى، يعني سبحان الله هو اكيد الراجل اللي اخترعها منظم الدنيا. فكده جزاه الله خير، فنشوف بقى ان شاء الله بعد ما الاربع دقايق يعدوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا مع الحله بتاعتنا والكبسه بتاعتنا الروعه.
يا جماعة الخير، آخر دقيقة، هو طبعا إيه بياخد بيعمل تسخينة كده كويسة علشان خاطر عايز ينهي بقى بإذن الله، إيه يعني يتأكد إن هو ما يكونش فيه خلاص مية بإذن رب العالمين، والسمك يكون كمل نضجه معانا، لأن إحنا قاليين ونص قالي يا جماعة الخير. ونشوف بقى بإذن الله. أنا عايز برضو أسمع الناس الصفارة بتاعت اللي هي النهاية بتاعت الإيه بتاعت الحلة، تمام؟ هو خلاص قرب ان شاء الله يشوف. طبعا زي ما انتوا شايفين اقل درجة في اليمين هي يعني اقل وقت هي 5 دقايق، وكده هو دخل في وضع، وزي ما انتوا سامعين الصفارة وضع التسخين، تمام. احنا كده خلاص بقى ايه هنبدأ ان شاء الله نخرج الهواء منه من الصفارة. وبرضو عشان اقول للناس بالنسبة لخروج الصفارة يا جماعة، كل اللي احنا بنعمله احنا بنرفع ده كده، تمام، وايه ونخرج الهواء بتاعنا. فيلا بينا ايه نخرج الهواء بتاعنا ونرجع تاني. بعد الخير، خلاص كده ما شاء الله، افتح كده بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. زي ما انتوا شايفين بقى احنا ان شاء الله ايه هنطلع السمك كده بالعقل منه علشان ما يتكسرش، ونغرف الرز ونجيلكوا يا جماعة الخير. يا جماعة الخير، عملنا احلى كبسة بتاعتنا، كبسة السمك الروعة، تمام، بكل دكتها وحركاتها، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الرز بتاعنا عامل ازاي، رز جميل جدا ومفلفل وروعه، وطبعا لزق شويه صغيرين بس مش مشكله يعني، حكيناهم وهيبقى جمال يعني. طبعا احنا كابين احنا بنحطش يا جماعه زيت في الاكل، فهو دايما بيتحرق معانا، لكن الناس اللي هي بتحط طبعا ايه زيوت كتيره وكلام من دوتي، فالدنيا هتبقى معاها احلى حكاكه يعني لو حصلت يعني، والدنيا هتبقى معاها زي الفل باذن الله. وكده يا جماعه الخير وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ان عجبكم الفيديو ما تنسونوش من دعائكم، وجزاكم الله خيرا، واحبكم في الله.